حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. Hope you have a nice day. في فيديو النهارده بقى فيديو جديد وفيديو مختلف، اما توتا يجي لها عريس. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتبعتوا الفيديو لكل صحابكم، تكتبوا لي كومنت حلو زيكم، وطبعا مش عايزاكم تنسوا تدوسوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبس ليتس جو، خلينا نشوف هيحصل ايه. انتي بتعملي ايه يا ماما؟ مش الطرحة دي واللبس ده، قلتي ان انتي هتلبسيهم في حفلة التخرج بتاعتي وشايلاهم بقالك سنة مش عايزة تلبسيهم، لبستيهم ليه النهاردة؟ ايه ده؟ هو انتي متعرفيش ولا ايه؟ ده النهاردة في عريس جاي لاختك توتا، عندنا فرح. ايه رأيك يا بنت؟ شكلي حلو؟ ايه؟ عريس لتوتا؟ عريس ود؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ ازاي يعني توتا تتخطب قبلي؟ كده برضو يا نسمة، بدل ما تفرحي لاختك توتا، ما انتوا الاتنين واحد يا حبيبتي، فرحتك هي فرحتها، بس سيبيني دلوقتي افرح باختك توتا. بقى كده يعني؟ ماشي يا ماما. ايه رأيكم فيا؟ شفتوا لبسي؟ بسم الله ما شاء الله، قمر يا حاج، قمر قمر قمر. هو انت العريس ولا ايه؟ انت كمان يا بابا لبست اللبس اللي انت كنت ناوي تلبسه في خطوبتي، وبقالك 500 سنه مش عايز تلبسه عشان تلبسه في خطوبتي؟ عادي كده تلبسه بكل سهوله كده عادي؟ ايه يا بابا كده ليه؟ طب وانت ايه واختك ايه؟ ما انتوا الاثنين واحد وفرحتكم واحده، وبعدين ان شاء الله ساعتها يعني تبقى تتعدل ونبقى نجيب بدله تانيه يعني. ما تقولي يا بنت كلمه عدله لابوكي، هو تحقيق النهارده ولا ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اعمل ايه عشان ابوظ الليلة؟ انا بقى هجيب زيت خروع، هجيب زنجبيل، وهجيب قرفة، شاي اخضر، ملح وسكر، وهلخبطهم مع بعض وهديها لها تشربهم، كده مش هتقدر حتى تطلع تبص في وش العريس. هاي يا اختي يا نسمه، ايه رايك فيا؟ وحش. ممكن احط الماسك بتاعك؟
انا بقى هوريكي وهعرف انتقم منك كويس. ماشي يا توتا، انا بقى هخليكي تقضي اليوم كله في الحمام. ترى بقى احط من ده ولا احط من ده ولا احط من هما الاثنين؟ احط من هما الاثنين. بيت الخطوبه بين كل يد بيت الخطوبه بين كلنا. يا سلام يا توتا عليكي وانتي عروسه. بشرتي كده هتبقى فل فل فل. يلا بقى يا توتا. نعم يا نسمه. انا عاملالك بقى خلطه انما ايه تحفه، هتخلي وشك ينور. خدي اشربي. دي اكيد تهيؤات او توتر، التوتر اللي بيجي للعروسه ده اكيد. اه يا بطني بطني يا نهار اسود. نهار اسود العريس جه. يا توتا يا توتا يلا بقى، انت هتقضي اليوم كله في الحمام؟ بتعملي ايه كل ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا بنتي، يلا العريس قاعد بره بقى ربع ساعه. ادي الوقعه المطينه بالطين. Two hours later. يا نهار اسود العريس مشي خلاص، لا حول ولا قوه الا بالله. العريس مشي خلاص يا توتا. في ايه؟ انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ وبكده الفيديو يكون خلص. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بفيديو النهارده. قصه النهارده ليها هدف، وهدف كبير قوي 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 بالنسبه لي، هو اننا يا جماعه ما ينفعش نغير من بعض. نسمه هنا كانت غيرانه قوي قوي من توت، والغيره دي خلتها تتصرف تصرفات غريبه قوي وعنيفه جدا، وأذتها في يوم المفروض انها تكون فرحانه قوي قوي باختها، وللاسف توتا اتضايقت منها قوي، ماما وبابا كمان اتضايقوا منها جدا. فحبوا بعض يا جماعه، ويا ريت نحب الخير لبعض دايما. واوعي تفكري في يوم من الايام انك تغيري من اختك، لان انتوا الاثنين مالكوش غير بعض. وبس استنوني في فيديو جديد وقصه جديده. باي باي.